مشروع ده فيري تشالنجينج بروجكت، لان في تنوع كبير جدا في عمليات الليفتنج. عندنا 4 موديولز، كل موديول ليها مقاولين متخصصين بيها مسؤولين عن عمليات الليفتنج. كان مهم جدا ان احنا يكون عندنا سيستم لعمليات الليفتنج في المشروع، ودي كحاجة احنا نجحنا ان احنا نعملها. استطعنا ان احنا نعمل امبروفمنت في عمليات فحص المعدات. برضو موضوع المهارات، المستوى المهاري بالنسبه للعمال، لان احنا عندنا عماله كبيره جدا، كان يهمنا ان احنا نرفع مستواهم الفني بالنسبه لعمليات الليفتنج. كل التحسن اللي احنا عملناه ده الفتره اللي فاتت خلال سنه، ده اثر ان احنا سرعنا عمليات الكونستراكشن، نتيجه ان احنا بقينا نشتغل اسرع بامان اكتر، واحنا واثقين ان احنا هننفذ المشروع في وقته ويمكن كمان قبل ميعاده، ودي نتيجه تعاون ما بين اوراسكوم وسيمنز.